السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين بتمام الصحه والعافيه، كاملين بخير وعلى خير اخوان ديالي. ما تنساوش الجيم، الله يجازيكم بخير باش الفيديو يطلع والقناه تزيد القدام. كنشكركم بزاف باش ما نطولش عليكم. نبقاو الان مع اهم عناوين حلقه اليوم. خليل لوزيتش يحد النجمه الاسود من الوزن الزائد. خليل لوزيتش يعيد المغاربه بهذا الشيء. خليل لوزيتش يدافع بقوه عن زياش ويشبهه بمارادونا. امرابط يطلب طلبا غريبا من خليل لوزيتش. رغم التعادل بطعم الخساره، 3 مكاسب للمنتخب الوطني المغربي في مباراه بوركينا فاسو. بالهند غاضب من غلطة سرايا تركيا. حذر وحيد خليل لوزيتش مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم نور الدين أمرابط لاعب النصر السعودي من الزيادة في الوزن، لأنه من شأن ذلك التأثير على مستواه في المرحلة المقبلة. كشف مصدر إعلامي سعودي أن نور الدين أمرابط نجم النصر السعودي تقدم بطلب من أجل مغادرة معسكر أسود أطلس. وتأتي هذه الخطوة من قبل المحارب بسبب رغبة ناديه في تجنيبه الإرهاق قبل المباراة الهامة التي ستجمع الجمعة المقبلة بنادي الشباب لحساب الدوري السعودي. ويسعى العالمي حسب ما يسميه في السعودية لتجهيز نفسه كأفضل ما يكون لمباراة القمة التي سيخوضها أمام نادي الشباب. يذكر أن المنتخب الوطني المغربي سيخوض الثلاثاء المقبل مباراة تحضيرية أمام النيجر، وذلك في إطار استعدادات لمنافسات القادمة وبصفة خاصة في تصفيات كأس العالم قطر 2022. حسم التعادل 1-1 المباراة التحضيرية بين المنتخب الوطني المغربي والبوركينابية المندرجة في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 وتصفيات كأس العالم قطر 2022. وسنرصد لكم 3 مكاسب من الموقع الودية لأسود أطلس. أولا، لعب كل اللاعبين بروح عالية ورفضوا تقبل الهزيمة، مما أفرز رد فعل قوي خلال الدقائق الأخيرة للمباراة. ثانيا، توسيع قاعدة الخيارات في مختلف المراكز، مما أسهم في خلق مجموعة موسعة تضم لاعبين من أصحاب المستويات المتقاربة. ثالثا، ظهور الوجوه التي عانت من التهميش في فترة المدرب الفرنسي إيربيرونار بشكل جيد للغاية على غرار زهير فضال. أفادت تقارير إعلامية تركية بأن المغربي يونس بالهند صانع ألعاب غلطة سرايا يطالب بالرفع من راتبه السنوي الذي يتقاداه داخل الفريق، وذلك بعد قدوم الكولومبي رادامير فالكاو والكشف عن الأجر السنوي الذي سيناله والذي سيصل إلى 7 ملايين أورو. وذكرت صحيفة هيرت المحلية أن بالهند يريد زيادة 500,000 يورو في راتبه السنوية، علما بأنه يتقاضى حاليا حوالي 3 ملايين يورو ونصف، ويمتد عقده إلى غاية سنة 2021. ويتقاسم الدولية المغربية هذه الرغبة مع الجزائري سفيان فيغولي الذي يتطلع بدوره إلى الرفع من أجره السنوية، مع العلم أنه يتقاضى بموجب عقده الحالية ما يناهز 4 مليون يورو. يشار إلى أن يونس بالهند يعاني في الوقت الراهن من إصابة أبعدته عن المعسكر الحالي للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب الجديد وحيد خليل لوزيتش. سلطت الصحافة الهولندية اليوم السبت الضوء عن مشاركة حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام في مباراة بوركينا فاسو الودية، والتي شارك بها اللاعب أساسيا في أول ظهور له منذ نهائيات كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. وقالت صحيفة فوتبول بريمير، قالت إن الثقة التي منحها وحيد خليل لوزيتش وموقفه بتضييع ركلة الجزاء استثنائي، خصوصا وأن اللاعب يعيش عدم استقرار رفقة المنتخب بلاده منذ أشهر، وليس فقط مباراة بوركينا فاسو التي تعد الأولى للمدرب البوسني وحيد خليل لوزيتش. وأضاف المدرب طلبا من زياش تسديد ركلة الجزاء ودافع عليه رغم تضييعه للركلة، فالموقف الذي قام به المدرب السابق لفريق نانت سيمنح للاعب مزيدا من الثقة من أجل تخطي الفترة العصيبة التي يمر بها مع المنتخب المغربي. أما صحيفة 90 مينوت في نسختها الإنجليزية بدورها أشارت إلى الطريقة التي دافع بها المدرب عن نجمه في المنتخب.
وكان الناخب الوطني المغربي قد انتقد بشدة جماهير وصافرات الاستهجان ضد حكيم زياش في مدرج مراكش، بالرغم من أن الإعلاميين الحاضرين في الندوة مساء أمس الجمعة قد وضحوا للمدرب بأن الأمر لا يتعلق بانتقاد اللاعب وأن الأنصار رددوا اسمه لمساندته فقط. وسيكون أسود الأطلس الثلاثاء المقبل أمام مباراة ودية عندما يستقبلون منتخب النيجر، وهو اللقاء الذي سيعرف تغيرات عديدة بالتشكيلة الأساسية، كما سيتم الدفع بمجموعة من الأسماء المحلية بداية من كل من وليد الكارتي من صفوف الوداد وعبد الكريم بعدي لاعب فريق حسنية أكادير، وسيكون خلالها الظهور الأول للحارس سواء يتعلق بالأمر بريدة تاغناوتي أو أنس الزنيتي. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى لأن هتنا الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلى حلقة غد إن شاء الله.